لا والله سلام يرد فمليون سلام لحلى عمه بالدنيا. سلامات يا وحش. امش قدامي شغل سيارتك، عندي موعد اسنان. اي بس انا توني جاي ومريض وتعبان. ولا تعبان ومريض يعني وش اسوي لك؟ امش وديني يلا من غيرك وديني. اركض في ديتك. سك الباب. افا الموتر ما في بنزين. روح للمحطة وعب بنزين. اي صح صح. البوك البوك نسيته بالاستراحة. محفظتك نسيها بالاستراحة؟ عب الجوال. افا الجوال طافي شحن والشاحن ناسيه بالاستراحة. عامر لا تقعد تسوي لي ذي الحركات، ترى ماني معطيتك ولا ريال. روح للاستراحة جيب بوكك وشاحنك. مشينا. أبوك يا الزحمة. سلامات. مي البثرة واقفة عند استراحتنا. أبا جيس. هالمرة أبا صلحة الاستراحة بلاش، لكن ثاني مرة بالفاتورة. الحين وش فيها المتخلف مقفل علي؟ ضاقت؟ والله ما المتخلف إلا أنت، لا تغلطين على عامر. معلش آسفة خالتي أم عامر، بس هو مقفل علي. ماني بخالتي اللحد ولا لأم اللحد يسلقه. مقفلين علي وتغلطين بعد؟ وش قلة الحياة ذي؟ أنا قليلة الحياة اللي ما تسحين على وجهك؟ علميني أنت إيش جابس عند رجاجيل في الاستراحة؟ وش قصدك يا الجركل؟ أنا جركل؟ عيب يا مي عيب، هذه بحسبة أمك. بحسبة أمان يا شايب يا العايب، ترى أنا كبر بناتك. هدي هدي يا بعد حيي. سلامات سلامات، وش فيكم؟ وراك تأخرت علي، خليتني أتناشب مع هالبزارين ذولي. أمش مشينا يلا أمش أمش. هدي هدي يا عم هدي، خلهم ينقلعون. هدي لا تفضحين. ارتبي ارتبي ارتبي. أنا وريت السيارة ما تشتغل، شكلها ما فيها بنزين. أوف وبعدين يعني؟ يلا خلصونا. ورا ما تنطمين يا سلقة، لا اجي انزل الحين معطس معشوشة. خلاص يا عمه خلاص، انا بتصرف. ابو عبيد هلا. لا انت تعدف معي. يلا ورا ما تجين تدفين معهم يا سلقة انت صيقاتت. بروح اجيب لكم بنزين واجي. وانا بقعد احتريكم انتوا بنزينكم. وقفوني تاكسي خلوني امشي. المحطة قريبة يا عمه. ارسبوا معي ننزل عمتك مشواره ونرجع نعبي بنزين. وش ذي الريحة؟ ريحة غنم. أكيد سيارة غنم، وش تبين ريحتها؟ ينسون مثلاً؟ الله أكبر، مش معرفكم أنتم من ريحة الحلال، هذا رزق من الله. الحين ذي الريحة الخايسة تلزق في عبايتي. وع وع. وانت صادقة يا عمة، حتى أنا تلزق بثوبي. أنا ما أدري وش شايفة نفسك عليه أنت، احمدي ربك أني فاز لكم. أنت فاز لنا، ترى بخشم الريال. يلا انزل تجركلك يلا. وش قصك من جركل؟ انزل هنا وافقع وجهك الحين. لا 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 لا، ما لها داعي يا عمه. وانت تحط راسك براس حرمه. مشينا مشينا بس. ايش خله خله ينقلع. يلا يلا. اقول لا تهايط. خله ينقلع بس، خله ينقلع. تراك كبير سن. يلا 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 يلا. يلا روح توكل على الله. حسبي الله عليك، الله لا يوفق، جعلك تنقلب سبع قلبات. خلاص لا 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 تدعين عليه يا عمه. خله. امشي امشي. الناس راضوا. حسبي الله عليه. ابو عبيد يدق، وش عنده؟ رد عليه شوف وش عنده. النشبة ذا يبيك. الو هلا ابو عبيد. هلا عامر، شلونك وين عمك؟ ام عاد عمي، وش تبي انت؟ والله يا عامر يا بعد حي، انا ادري والله اني مخطين عليكم وحسرتم بكبدي من نزلت لكم اليوم والله. وش عندك داق يا قليل المروة؟ ما تسحي على وجهك عقب اللي سويته؟ اذكر والله اذكر والله يا الربع، والله اني نادم يوم نزلتك باليوم. اصلا ما عليك شرها، لو انك كفو كان طلبتك بحق عند الرجاجيل. يا بعد حي يا عامر لا تزيد علي بالحكي،
والله اني ادري اني مخطي، لكن ابشر بلحق وما يلحق، ذبيحة حق لك ولعمتك. ها؟ خلاص اوكي اوكي. لا تنسى الكبدة والكلاوي. والراس والراس. والراس. جيب الراس معك بعد. الراس والسرعان يجنكم شلوطاي. يا غنم ريعي وقرضك اللي يعود. يا عبد الغفور. سم يا عم. تعال. انت تشوف الطلي الكبير. اشوف ايوه. هذا تروح تاخذه وتذبحه. يا عمي هذا الطلي محجوز لزبون مهم عندنا. وش هو؟ زبون مهم؟ ما في زبون مهم، خلي يولي. ابيك هالحين طول العمر انا عندي زبون الخاص. تاخذ الطلي وتذبحه وتقطعه ثلاجه وتجيبه يم. يلا اقزع. ابشر يا عم. عندي التطبيقات والله صارت الأغراض تجي لحالها. سكرم الخير ولا عمك. بسم الله الرحمن الرحيم. سلامات، وش عندك أنت؟ آه شكرا، يعطيك العافية. وش ذي الورد؟ هالورد نعطيه مع أول ذبيحة لأول زبون. بعدين الورد له عدة لغات، الأحمر الحب، والأبيض للنقاء، والأصفر للبهجة. أقول ليتك جايب جح أزين. ها؟ ليتك جايب جح أزين. عموما كثر الله خيرك ما قصرت. عامر أبيك تصوت لأبوك بسلم عليه. أبشر أبشر. وش ذا؟ هذه ذبيحة جايبها أبو عبيد. وش المناسبة؟ اليوم تهوشت معه أنا وعمتي وجايب الذبيحة رضاوة. عجيب والله. والورد لمين؟ أبو عبيد جايبها، مسوي حركات تسويق وكذا، يقول أول ذبيحة الأول زبون تيجي معها باقة ورد. ها أجل، وين راح أبو عبيد؟ وأنا ما قلدته. أوف نسيته عند الباب. الله يحييك ابو عبيد، والساعة المباركة. الله يبارك بأيامك ويجعل بيتكم عامر ان شاء الله. يا ابو عبيد ما فيه داعي للكلافة هذه كلها، تجيب ذبيحة وين ضيفنا. يا بعد حي ابو عامر، ما من كلافة، عسى الله يجمعنا على خير وسعادة. اي والله فلوم ويضيعنا بحزيك بوه. يا بعد حي هي زي ريحة الورد. أم عامر خل عن سد ذبيحة، أنا اللي بطبخها اليوم. أنت اللي بتطبخين؟ إيه أنا اللي بطبخ. غريبة، أعرف عمتي ما تحب الطبخ. عاد الذبيحة بالذات أنا بطبخها اليوم وبزين لكم أحلى مقلقل. شوفي الورد يا زينة، شم الريحة تهبل تهبل. أنت رجال كفو يا أبو عامر، والحضيضة اللي يناسبك تصير خال عياله، وأنا اليوم جاية كخطب أختك حصة على سنة الله ورسوله. ساعة المباركة، الرأي الأول والأخير لأختي، خلني أشاورها وأرد لك. والله أني كنت حاس، أجل جايب ذبيحة وورد تسوي بتضبط نفسك؟ أنا من موافق، وبقول لهم أنك عصبي وأنك قعيطي، وش عندك؟ لا يا عامر يا بعد حي، أنت أدري أني أرمل، حالتي حالة. وبيلي مرت انت سند انتالي عمري. يا بعد حي خلك محضر خير. أجل اسمع، أجار الاستراحة لمدة سنة مجانا. تم. وكهرب وموي عليك. تم. وذبيحة كل شهر للاستراحة. تم تم. سلامات، وراك تصيح
الحين تسمعك عمتي وتهون. ما شاء الله، انت تطبخين اليوم؟ عاد اليوم يا اخويا بزين لك ذاك العشاء اللي يحبه قلبك. حبه العافيه، انا والله بعد عندي تكلمت زينه وبعد انت خصص الكلمه، وانت رايج الاول والاخير. عسى خير يا اخوي. ابو عبيد يبي القرب منا ويبي الزوج سله. يا اخوي الراي الاول والاخير لك، وحنا لازم نسال عنه. ما يحتاج تسالون عنه، كريم، صنديد، شهم، كفو، مطلوخ، نشمي. اجي توكلنا على الله. قام يا واد بدري عليك تفوز. العب العب العب. يا عيال عندي لكم مفاجأة البطلة. ايه زي ما حس غيرك. الاستراحة لمدة سنة مجانا. هيو عمل. هيو عمل. واطرخوا الماء والكهرب مجانا. بطاطا 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 عامر بطاطا. ايوه عامر بطاطا. ايوه وش تبون بعد؟ ذبيحه كل شهر. لا 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 لحظه لحظه، انت تتكلم جد ولا تسوقها علينا؟ ورع انت ورع، اسخر عيالك. انا ما اكذب يا عيال، عمتي تزوجت ابو عبيد واعطيته شروطي ووافق عليها. كلا والله. صبوا لي فنجان على العال عقب القاضي لا تغسلونا. يا لا 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 يا ولا عقب القاضي لا تغسلونا. قالوا صبوا لي فنجان على العال عقب القاضي لا تغسلونا. قالوا يا لا 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 يا عيال من قلب الستيشن قدام. تعال تعال، أنت جيت بس. أنا برشلونة. شلونك يا أبو عبيد؟ يا عجب يا عجب، وش هالدلع وش هالغنج؟ أجلك اليوم بغيتي تمسحين بوجهي يا زفل. هذاك أول الله يهديك، حنا الحين حبايب. أنا اليوم جاي أرتب أمور إرسنا، وبعدين ان بغيتي الحفل بقاعه ولا بفندق، لو تبين بعد موض يجيبه جبته. عطى جوه. وش هو هالكلايف هذه كلها والخساير؟ انت ما شاء الله رجال بخير وعندك استراحات، نخلي عرسنا بالاستراحة في قسم للرجال وقسم للحريم، وهالمبالغ هذه اللي بتصرفها عطنيها فوق مهري. كم يا خروف؟ وبيك بعد تعزم البنات مساكين، دام انهم عطوك الاستراحة خلهم يجون يستانسون. هنعزم البنات ونعزم الشباب بعد. السلام عليكم. هلا هلا ابو عبيد. معليش على الازعاج. هلا بك. انا ادري ان تاخرنا بالايجار، معليش يعني اسبوعين بالضبط ويصير عندك الايجار ان شاء الله. معليش الوضع عندنا شوي متكهرب. لا انا بسامحكم بالايجار بس بشرط. وشو؟ انا بيتزوج وبيسوي حفله العرس عندكم بالاستراحه. عندنا هنا بالاستراحه؟ هي عندك يا وليدي، لانه عرس الحريم عندكم بالاستراحه والرجال عند عامر واخوياه. والله ما ظنت البنات يوافقون يا ابو عبيد. ليه ما يوافقين؟ وانا حسبك حسبه بناتي وارمل ومقطوع مش جراي، وبيك تحضرنا العرس وتعتبر انه عرس ابوك. ليه يا شينات؟ ما يصير هاللون، وانت تعرفين اني ابو عبيد. ما يصير هاللون. انا الحين والله دكت العوره يا ولد. خلاص خلاص يا ابو عبيد، والله انك قطعت قلبي. يسر خاطرك الا طيب. روح صلاح انت، يلا صلاح صلاح. بدري عليك تجيب التعادل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. خير ان شاء الله. ايجار الصراحه حق سنه كامله سمحت لنا فيه. وش تبغى؟ شندو مسمار الصلب
يا عامر قم قم ابيك لك سالفه قم. لا احد يلعب ها؟ لا احد يلعب اقعد. ها وش عندك؟ اسمع يا عامر، عمتك حصه شرطه علي، اصلح العرش باستراحتي. عرس الرجال عندكم بالاستراحه وعرس الحريم باستراحه البنات. ابوك القعاطه اعرفها، تبي توفر ايجار القاعه، لكن تدري شلون؟ طلقها. يا ابن الحلال خلصنا، ايش علمك انت؟ خلصنا من هالسالفه. خلاص اوكي، بس بشرط. لاجل عين تكرم مدينه، وش شرطك؟ تعطينا سنه اضافيه مجانا. سنه اضافيه؟ سنه اضافيه وانت تدري اني اربل ومقطوع من الشرعي وما لي والي. ويا سيدنا تضحك ولا تبكي؟ تضحك ولا تبكي؟ واضح انك كذاب. واضح؟ اي واضح. هذا شرطي، تبي ولا لا؟ لا لا ابي 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 يا اخوي. شروطك انت صارت ازود من شروط عمتك حصه، ايش بلاكم انت؟ اجل خلاص دزها. خلاص هذه النشبي. سلامات يسوي عرسه عندنا؟ لا ما بقى لا نطق له بالعرس. يا خبل الرجال بيسامحنا باجار الاستراحه، ترى كلها يوم يسوي عرسه وقضينا. ايش فيك انت؟ ترى بنستانس يعني، حفله وطق وبوفيه، وانا بصراحه من زمان ما عشت هالاجواء. انا موافقه. وانا بالنسبه لي ما عندي اي مانع. انتم متخيلين انه بتطيح علينا اجار الاستراحه؟ لا وفوقها وناسه ام الفله. خلاص انحسم الموضوع، ثلاثه اصوات ضد صوت. طقوا يا حريم، خلي استانس اليوم. صباح الورد يا صباح العسل كله، تفضل حبيبي. يا صباح القشطة والعسل والجبن وكل شيء زين من النواشف. وهذا فطورك جاهز يا عمري؟ اي والله بفطر وعين من الله خير، عقبال اتوكل على الله لشغلي. اي شغل يا بعد عمري، تونا معاريس، اليوم اجازة. ودي والله بس ما اقدر يا بعد حي، انا عندي لي حلال وعقارات مني صالية. يا بعد عمري الحين خلني امسك معك نص الشغل، تراني انا ديبة وافهم ذا الامور. راي زين من راس زين، وبكتب لك وكاله بعد. وكاله زين وزين. يعني فوقنا غابنتني مسويين عرسها في استراحتنا، ومن زين وجيكم مستانسين بعد. عاد روقينا يا بنت الحلال، معليش ترى كلنا ما ندري من هي العروس. انت وراك مكبره الموضوع يعني، خلاص طلعيها من راسك. والله من جد خلاص بقلعتهم. من عذابي الخامس 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 انقم. ايه وش السالفه؟ كمين يا ورع؟ اقول لك لما شافتني ماتت، عارف اللي وده. ايش فيه؟ شو السالفه؟ انا ايش فيه؟ خل نروح نشوف. ما ادري ما ادري. طب لحظه نروح كلنا مع بعض. ايه انت ايش فيه؟ انت ما تسوي، انت حالك امشي. لحظه امسك
كيم. ها 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 يا عيال، بس عن استراحاتنا منقطع. وش السالفة؟ هذا العيال وش السالفة؟ حتى انتم منقطع عنكم بالكهرب. انا اللي طفيت الكهرب، والكهرب مهم راجع ليه تسددون الاجار اللي عليكم. سلامات يا عمه، حنا متفقين مع ابو عبيد وخالصين. حتى حنا اتفقنا مع ابو عبيد انه يشيل الاجار مقابل عرسس. هذا اول يا حبيبتي، الحين انا صاحبة الحلال وكلامي هو اللي بيمشي. مشينا. عامر، وبعدين مع عمتك هذه ترى ابلشتنا ومشغلنا، وخلونا نسوي عرسهم في استراحاتنا وبشيل عنكم الاجار وهذه نهايتها. ايش دخلني انا؟ ايش دراني انها بتقلب هي وابو عبيد؟ بس دواهم عندي. الو ابو عبيد؟ من انتي؟ قطعت الخط في وجهي بنت الذينه، نرجع ادق عليها من ذي. الو من انتي؟ وش تبين براجل ابو عبيد؟ انا منيره ومتصلة عشان أنبهك من زوجك. وش في زوجي؟ ترى زوجك متزوج مسيار وممكن يبيعك في أي لحظة، وإذا ما مصدقتني أبرسل لك الموقع تروحين تشوفينه بعينك. الله لي يوفقهم الرجال. مسيار؟ ارسلي لي الحين الموقع وريقي لي للحياة. يلا أوكي باي. حلوة ذي حزينة باي كده باي. هي ابو عبيد للذبايح، عندنا ذبايح حريه ونعيميه ونجديه وتيوس ارضيه هالطول اذن وتقل معروف. واو يا ابو عبيد، شف انا يبغالي ذبيحه راهيه ومشحمه، ابغالي الشيء يبيض الوجه. ابشري بس عاد موجوده الذبيحه اللي تبيض الوجه، بس ارسلي لي الموقع وابد يجيك بساعه. لبى قلبك يا ابو عبيد، خلاص اوكي فديت شواربك شوارب الحصني. غنيلي شوي شوي، غنيلي وخذ عيني. بسم الله. مي تسلم يا عمري يا حبيبي يا ابو عبيد. ذبيحه وورد بعد، والله احرجتني يا ابو عبيد. شكرا تسلم، ما قصرت، فديت الشوارب. ابو عبيد هلا يلي ما تستحي على وجهك.